مساء الخير كل متابعي اليوم السابع، هكون معاكم محمد قاسم في لايف جديد مع الست هناء. كانت مشردة بلا مأوى وتنام في الشارع بقالها مدة أسبوع وحامل، والمفروض إن هي هتضع مولودها بعد 5 أيام. مساء الخير يا هناء، قولي لنا بقى إيه اللي حصل معاكي النهاردة؟ عرفت في المستشفى بس لسه قضي وقت، قالوا لك إيه؟ عرفت قضي وقت اللي بدي قضيه دلوقتي. رحت المستشفى المنيرة، قالوا لك ايه؟ كشفت قدامي 4 أيام. قالوا لك 4 ايام. طب احكي لنا بقى، انت قبل ما تيجي المستشفى كان ايه وضعك؟ جيت لحضرتك قبل كده قولي لي ايه اللي حصل؟ عشان مصطفى جوزي طلعني والإصابة اللي خدت نفسي أعرف مكان في الشارع وعايزة أخاف معاه وبس. وانت حامل دلوقتي في الشهر الكام؟ لسه قاعد بقالك قد ايه نايمة في الشارع؟ أسبوع و4 5 أيام، كام؟ أسبوع 4 5 أيام. طيب التحرك بقى من المستشفى المنيرة، وقابلت المدير الإداري قال لك إيه؟ قالي تيجي تقولي في عادك، تيجي تقولي في عادك. قال لي حدد لك يوم أقصد يعني؟ لا بعد 4 أيام ممكن، كفاية 4 أيام؟ كده يعني. كده كفاية تمام. كفاية. إحنا مع الحاجة هناء مش تابع، هي دلوقتي في حالة طبعا زي ما حضراتكم شايفين من النوم في الشارع في البرد بقالها أسبوع. احنا حاولنا نتواصل مع العديد من المسؤولين، وبالفعل تمت الاستجابة من مستشفى المنيرة وتوجهنا ليها دلوقتي، وهي معانا بعد ما تم الكشف عليها وحددوا لها ميعاد للولادة بعد 5 ايام، وتم مقابلتها مع المدير الاداري والاطباء. وزي ما حضراتكم شايفين هي مش قادرة طبعا تتكلم نظرا لبرودة الجو ووضعها الصحي الصعب طبعا، فهنحاول ان احنا نكون معاها لحظة بلحظة. ان طبعا وزارة التضامن الاجتماعي، وتمت الاستجابة لطلباتها. انت محتاجه ايه دلوقتي بقى بعد ما احنا خلصنا كشف في المستشفى المنيره؟ في البتاع وخلاص تمام. انا مش هقدر. زي ما هي حضراتكم شايفين هي طبعا مرهقه وتعبانه جدا، وهيتم التواصل مع وزاره التضامن الاجتماعي ويتم نقلها لاحد دور الرعايه. طبعا هي عانت، هنحكي لحضراتكم قصتها ببساطة. هي بتقول هي من المنيا وتزوجت وانفصلت عن زوجها وليها بنت واحدة، طبعا احنا دلوقتي بالظبط يعني خارج المستشفى المنيرة بعد ما تم الكشف عليها من الأطباء وتم معاملتها معاملة حسنة وتحت رعاية وإشراف الأطباء. وسيتم نقلها إلى إحدى دور الرعاية. وهي دلوقتي زي ما حضراتكم عرفنا من الأطباء هي في الشهر التاسع، وميعاد الولادة حدده لها الأطباء بعد 5 أيام، وتعاني من آلام ما قبل الولادة، وكانت تنام في الشارع وظلت في الشارع وتحديدا في السيدة زينب لمدة 7 أيام.